دبي كذي. شمال. والله عندك انت سوابتك بعد. شمال. التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وهكذا ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا 12 في تعداد أشواط هذا اليوم، والخاص بمنافسة الجعدان المهجرات الأصايل. إلى المقدمة مباشرة إلى المركز الأول، ومغني مغني هذا مغني لنواب النوح بن أحمد البلوشي على المقدمة والصدارة، بينما في ثاني المراكز هنا على المركز الثاني وتابع سمحون ناصر بن علي بن عبد الله الراسبي، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث. وفي المركز الثالث اشوف الوصول على ثالث المراكز من قبل وزن لحمدان بن جمعه بن عمهي، بينما في المركز الرابع وفي رابع المراكز رعد سالم بن مطر بن حاذ الاكتبي، وخامسا يتقدم اللي هو الواعي قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي على المركز الخامس، بينما في سادس التحديات حمران هلال بن سعيد بن هلال الظاهري مع المركز السادس، بينما في سابع التحديات يتقدم اللي هو متعب احمد بن محمد بن صالح العويسي، وثامنا ياتينا مشاهدينا الكرام بدران عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي، وتاسع التحديات بلقى هنا ديسم لسعيد بن محمد بن خلفان بن حضيرم، وفي المركز العاشر هناك ياتي الشميمي ناصر بن معيوب بن سعيد الشدي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام وندائنا للعشر المراكز الاولى.
عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى البداية الأولى. وهنا على مقدمة الشوط متواجد وزن حمدان بن جمعة بن عمهي، بينما في المركز الثاني مغني لفهد بن نواب بروح بن أحمد البلوشي، بينما في المركز الثالث الواعي قطامي بن محمد بن ثاني السويدي. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية الأولى. وهنا على مقدمة الشوط وزن حمدان بن جمعة بن حميد بن عمهي المنصوري في صدارة هذا الشوط في المركز الأول. والسلام إلى وين؟ إلى ند الشبة ولا المرموم؟ السلام ند الشبة، السلام يرد على ند الشبة. وين بلقى السبق؟ وين منشى السبق والساس الأصيل؟ هنا في المقدمة في البداية الأولى، بينما انقطامي بن محمد بن ثاني السويدي غود مع الواعي الواعي. وهنا وزن وزن على المقدمة، وزن على الصدارة. غادم قطامي بن محمد بن ثاني مع الواعي. ياهي من لحظات لحظات أخيرة. ولكن وزن في الصدارة، وزن مع المقدمة. يا سلام الواعي ووزن، ولكن وزن. سلام لند الشبا، سلام على هذا الفوز. تهانينا لحمدان بيمعة بن عمهي، بينما في المركز الثاني وصل الواعي قطامي بن محمد بن ثاني، بينما في المركز الثالث متعب أحمد بن محمد بن صالح العويسي. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني عطرة 7:48. تهانينا والناموس للجميع.